السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات العيادة. والليلة احنا هنكون ضيوف على مركز السودان لسكري الأطفال. سكري الأطفال ده موضوعنا الليلة، وهنتعرف إن شاء الله على أقسام المركز المختلفة والخدمات اللي بتتقدم في المركز، وهنتعرف الليلة على كل أعراض سكري الأطفال والمضاعفات وكيف احنا نعالج الأطفال المصابين بالسكري. مرحبا بكل اللي انضموا لمتابعة برنامج العيادة، واحنا وصلنا لفقرة مهمة جدا، واحنا ضيوف الليلة على مركز السودان لسكري الأطفال، ووصلنا لفقرة التثقيف الصحي. في كثير من المستشفيات في عيادة مهمة جدا للتثقيف الصحي، وفي ناس بتهمل الدخول للتثقيف الصحي وللمثقف الصحي عشان نتعلم حاجات كثيرة. ونحن الليلة كمان ضيوف على ميساء، أستاذة ميساء السير محجوب، وهي تكلمنا عن دور التثقيف الصحي وما هو دور التثقيف الصحي بالنسبة لمريض السكري. تفضلي يا دكتورة ميساء. شكرا جزيلا. في البداية، التثقيف الصحي لمريض السكر يعتبر توفير المعلومات الأساسية عن المرض، بالإضافة لأنه يعتبر بداية للعلاج والوقاية من المضاعفات الحادة والمزمنة. نعم. مهمة جدا، يعني في ناس كتير زي ما قلت لك بتاخد بس بتعمل التشخيص وتاخد العلاج وتمشي البيت، وبتدخل كتير في المضاعفات زي ما انت قلت، لانه بيكونوا ما وصلوا للمثقف الصحي عشان يعرفوا معلومات مهمة. توريني كده أمثلة لمعلومات مهمة نثقف بها بكل اللي بيسمعونا الليلة اللي عندهم سكري. أهم حاجة من أهداف التثقيف الصحي إنه بنوفر المعلومات المفيدة والحديث عن المرض، بالإضافة للالتزام بالعلاج وكيفية أخذه، وأيضا الوقاية من المضاعفات اللي ممكن تحصل لنا زي الانخفاض أو الارتفاع في سكر الدم. نعم. طبعا في التثقيف الصحي بنستعمل مختلف التقنيات أو الوسائل لتوصيل المعلومة، منها صور أو بوسترز كده. نعم. بالإضافة لأنه التثقيف الصحي كل ما إحنا قعدنا مع العيان ودينا إرشادات بيزيد من مستوى الإدراك الذاتي بالمسؤولية، لأنه يطعن الأنسولين أو يحقنه، بالإضافة لأنه الفحص الذاتي في المنزل ده كله من كله بتعلمه لهم. أيوة. إنه يتعلم نفسه كيف ويحفظ الأنسولين. أيوة. ويتابع الفحص كيف في البيت. ده هنا دورنا بتاع المثقف السكري، في إنه بدي هو دور إرشادي وتعليمي عن مرض السكر النوع الأول، بالإضافة لأنه في أنواع الأنسولين، طريقة حفظه، طريقة حقنه، وبنقلل بعد ذلك برضو من المشاكل ممكن تحصل، يعني التقيب عن المدرسة بسبب أنه حصل ارتفاع وانخفاض السكر. طيب احنا دعنا أمثلة سريعة كده لحكاية التثقيف الصحي فيما يخص حفظ الأنسولين. اتفضل يعني من الإرشادات المهمة إنه ما يتخطى في الفريزر، لأنه درجة التجمد بتأثر عليه. الحاجة الثانية ما يتنسي برا في السخانة في كده. الحاجة الثالثة ونحن أكثر حاجة بنلاقيها من العيان إنه بيرج الأنسولين، فهو بيتفرك. المفروض ما يرج كده. أيوة. بيتفرك. نعم. بين اليدين. أيوة. نعم. طيب ثاني طرق. يتم فركه بين اليدين. أيوة. بطريقة بطيئة. أيوة. نعم. ثاني بنوريهم طريقة حفظه، إذا مثلاً ما في ثلاجات كده ممكن في تحت الزير أو في الجلل. في الجلل. الفخارية. ممكن في الجلة تحفظه كويس. تمام. فيكم في تيار بتاعه طبعاً. نعم. بالنسبة للحجم في إرشادات مهمة لطريقة الحجم. طبعاً مهمة. أهم حاجة في مما يجي الطفل يأخذ الجرعة بتاعته، أهم حاجة يغسل اليدين، بعدين يشيل الأنسولين، ما حيفجه حيفركه بين يديه. نعم. بالإضافة لأنه الجرعة اللي هو حيأخذها أنسولين يسحبها في الأول هواء. نعم. عشان تساوي لنا الجرعة اللي حيأخذها. بعد ذلك في المناطق تحت الحقن المعروفة في اليدين أو الأرجل أو حوالين السرة، نحن ده كله نحن بنوري العيان عشان نتفادى به والمشاكل ممكن. نعم. بتعلم العيان ذات نفسه ما الأم، صح؟ يعني الطفل لو مدرك وكده وكبير بتعلم طبعا. أيوة. هو ذات نفسه، لكن يعني نحن في الجلسة تحت التعليم بتاعتنا لازم يكون الطفل والأم، عشان لو في معلومة ضاعت من الطفل الأم تعرفها. نعم. لكن طبعا نحن أهم حاجة لنا إنه الطفل يكون معتمد على نفسه في كل إجراءات البيان. نعم. طيب بالنسبة للمدرسة، وإنه في المدرسة لو حصلت له أعراض بتاع انخفاض أو كده برضو بتوروها لهم، وإنه تصرف كيف أو كده في المدارس. أيوة طبعا. حتى بنديهم ورق إرشادي وبنوري المعلمين وحتى زملائه في الفصل، عشان إذا أثناء الحصة أو كده حس بأي أعراض من أعراض الهبوط أو الارتفاع الزملاء المعاوية يلحقوه. نعم. وممكن الطفل من عمر كم يتعلم انه يحقن لنفسه، يعني
في التثقيف الصحي هنا بالطالب الام بحضور الطفل طبعا وبتعلموه يعني حكايه هنا حتى القياس بالنسبه للاجهزه في البيت يعني. ايوه من عمر 6 سنوات وممكن بعد يكون يعني مسؤول من الحقن ومن المتابعه يعني. هذه وصايا مهمه جدا من ميساء سير محجوب في قسم التثقيف الصحي. يا ريت كل الامهات يزوروا قسم التثقيف الصحي في المستشفيات السكري وبالذات في مركز السوداني سكري الاطفال عشان يتعلموا الاطفال ويتعلموا الامهات كيف زي ما قالت ميساء الطعن وحفظ الانسولين وعشان نتفادى كثير من المشاكل. شكرا لك يا ميساء وخليكم معنا في فقره جديده نتعلم الكثير في مركز السودان لسكري الاطفال. مرحبا بكل اللي انضموا لمتابعه برنامج العياده واحنا وصلنا لفقره مهمه جدا فقره التغذيه العلاجيه وهي من اهم الفقرات المكملة لعلاج الطفل المصاب بالسكري. زي ما ذكرت نحن ضيوف على مركز السودان لسكري الأطفال وسعيدة جدا أنه تكون معي اختصاصية التغذية العلاجية أستاذة هاجر إبراهيم. سعيدة بيكي وأنت دورك مهم جدا جدا ويعني بفتكر أنه جزء مهم جدا في علاج الأطفال التغذية العلاجية. نتكلم عن التغذية العلاجية لمريض السكري خصوصا لو كان طفل كمان. حقيقي بنرحب بكم في مركز السودان لسكري الأطفال وهم يعني إرشادات إحنا حنتطرق لأهم إرشادات ممكن نديها في الفقرة دي لأمهاتنا عشان يقدروا يستفيدوا منها اللي هي ما هو الغذاء المتوازن أو الغذاء المتوازن بالنسبة لنا هو اللي بيحتوي على جميع العناصر المعدنية من ناحية بتاعت نشويات وبروتينات ومدينة الجسم بالفيتامينات والأملاح المعدنية. هي دي لازم يغطي لنا الصورة المكتملة للغذاء المتوازن فدي اهم معلومه نحن دايرين نوصلها لامهاتنا من خلال برنامجكم ان شاء الله انه الطفل يكون عنده غذاء متوازن. أيوة. طيب الام بتجي وهي ما عارفه انه تدي وجبات كيف كم وجبه المحتوى بتاع الوجبه ذاته شنو ده يفتكر جزء مهم من تثقيفكم للام يعني اكيد واحده من اهم اساسياتنا نحن في مكتب التغذيه العلاجيه هي تثقيف المرضى او تغيير السلوك الغذائي بالنسبه للاسره ده مهم جدا بالنسبه لنا اللي هي كم عدد الوجبات 3 وجبات الرئيسيه زائد الوجبات الخفيفه في النص عشان ما نمنع هبوط السكر عاده بالاضافه لانه عاده الاكل الصالح بالنسبه للطفل السكري هو الاكل الموجود احنا ما محتاجين لمنتجات خاصه وما محتاجين ان احنا نمشي للاغذيه المصنعه عشان ما يعتمد على مريض السكري. نعم. لا الغذاء الطبيعي الموجود في اي بيت سوداني ممكن يكون صالح لمريض السكري مع حبه تعديل او التغيير في السلوك بتاع الاسره نفسها في كيفيه تناول ممكن كده مثلا زي وصفه بتاع تغذيه لفطور غدا عشاء والسناك اللي بيكون بيناتها حقيقه حتى نحن هنا بالنسبة لنا في مركز السودان لسكر الأطفال لازم تكون التثقيف الغذائي على حسب الأسرة. أيوة. وعلى حسب إنها مهمة شديد لأنه على حسب الحالة المادية الحاجات المتوفرة في البيت نحن نعلم إنه هسه البيوت السودانية في أغذية ما متوفرة أغذية متوفرة ده على حسب الأسرة فهي وصفاتنا بتكون للمريض نفسه لأسرته على حسب حوجته. أيوة. دي مهمة شديد جدا ونحن عادة مقسمين من الأطفال للأعمار أو حسب المراحل السنية بتاعته. نعم. أول حاجة إذا قلنا صغار الأطفال ما في حرمان خالص لأنه بهمنا النمو في المرحلة الأولى لازم النمو بتاعه يكون طبيعي إذا أنا عندي طفل عنده سكري وطفل ما عنده سكري لازم النمو بتاعه يكون واحد بنفس الدرجة بالصغير عشان كده نحن بندي أولوية للنمو حقنا في البداية. نعم. عشان كده لازم يتناول كل العناصر المكملة بما فيها النشويات والبروتينات وعدم حرمان الطفل نهائيا وحتى ممكن نخطها معنا في السفرة العادية يعني نحن ما بنفرس مريض السكري ونقول خلاص عشان أنا ضد طفلي عنده سكري أنا لازم أعمل له وجبة مخصصة لا احنا بنقول الغذاء الصالح ممكن يكون في نفس الصينية ويأكل لنا نفس أكلنا العادي أكلنا المحلي بس بحبة تعديلات معينة بإضافة محسنات معينة للغذاءات يكون دي أهم رسالة أنا عايزة أوجهها لأم الطفل بالذات لأنه دي حاجة ملازمة طول عمره وعشان ما نخلق نوع من الجو بتاع الحرمان. أيوة. أنا ليه مثلا براي ما أكل في الصينية لأنه دي حاجة بتمتد لعمره كله فأهم حاجة
انه احنا كيف نقدر نحتوي الطفل في المراحل الاولى من اصابته بمرض السكر اللي لازم يكون موجود معانا، بس نعلمه كيف تناول الغذاء اللي بالنسبه لنا مناسب. اذا الحكايه دي مهمه جدا، يعني انا بنرشد كل الامهات انه يجوا يقعدوا مع اخصائيه التغذيه العلاجيه بالنسبه لطفلهم المصاب بمرض السكر عشان ما يحصل الحرمان ده، لانه كثير بفوتهم وما بيجوا فبوقفوا لهم حاجات كثيره، الطفل بيسهج، الطفل بيضطر انه في النهايه ياكل كل حاجه. طيب هل في حاجات ممنوعه بتجيب منها خالص؟ بننبه الامهات انه ما في حرمان في المراحل الاولى، بل بقدر ما هو تغيير لسلوك. اللي انا زي حشرح لك بالضبط، اذا انا عندي طفل عنده سكري وطفل ما عنده سكري، نعم، الاثنين في نفس المرحله العمريه دي انا لا يمكن ادي الطفل كميه كبيره من الحلويات لانه بتاثر على النمو حقه. لا يمكن اديه الاغذيه المصنعه لانها بتاثر على النمو حقه، فيبقى هي تغيير السلوك لاي طفل طبيعي. ايوه، فيبقى كيف نحن نقدر نوازن بين كميات الحلويات الداخله. حتى في الاعياد، حتى في المناسبات، ان احنا ما بنحرمهم، بالعكس بنقول له خليه ياكل لكن عدل الجرعه. نعم. ضيف الجرعه، اديه انسولين زياده بالنسبه للطفل. نعم. خليه يعيش حياته، يعيش اللحظه بكل تفاصيل الاعياد المناسبات كده. بتجي مرحله الشباب اللي هي في المرحلة دي نحن محتاجين ناخد خط وقفة. أيوة. ليه؟ لأن هي مرحلة مهمة فيها الإضطرابات بتاعت الهرمونات، فيها الهرمونات بتلعب ضد الأنسولين. في المرحلة دي محتاجين لحبة وزن في الأكل. أيوة. وزن بيكون كبير وقادر. أيوة. كمان قادر يعني إنه يتحكم على روحه. نعم. لازم بعد ذاك يبقى في خط الوقفة تعديل بتاع سلوك. ولسه بنكرر إنه عدم حرمان. فنحن أكثر المشاكل اللي بتجينا هو الخلط ما بين النوع السكري النوع الأول والنوع الثاني. نعم. فأول من الطفل اكتشفوه عنده سكري، ما تأكل كسرة، ما تأكل عصيدة، ما تشيل. أيوة. عيش، قشرة عيشة. فالطفل بيكون تحت ضغط الانسولين زايد الحركه. أيوة. الزايده، فبيضطر انه الجسم يبدا يفقد وزنه، زايد الهبوط المتكرر، زايد المضاعفات اللي بتجينا بيه. فنحن بنكون نكرر انه الانسولين بدا يشتغل على النشويات. نعم. ففي اي وجبه احنا خديناها بالنسبه لمريض السكري، النشويات في الاساس الاول، نشويات زي كثره، ممكن تكون عصيده، ممكن تكون قراصتنا العاديه. فنحن قدر هنا في المكتب التغذية العلاجية بنحاول نوازن كم الكمية اللي بتكفي المريض اللي ما ترفع السكر. نعم. ده في سنين المراهقة. لأن أنا مضطرة إني أوزن السكر في المرحلة دي عشان يعيش حياته طبيعية، عشان النمو بتاعي يكون طبيعي. كله بالنسبة لنا إحنا بنعمل تقييم الحاجة اللي بتكفيك وما ترفع لنا السكر شيء. ده كلام مهم. دي هي اسمها عملية حساب السعرات الحرارية، وبتتم في سنين المراهقة بالضبط. أقل من كده ما بنحاول نركز كثير، لأنه بيهمنا النمو في المراحل الأولى بصورة أفيد. أو بركز دعوة لأمهاتنا في حالات المرض. من أكثر الأخطاء اللي بيعملوها لنا بيوقفوا الأنسولين زايد. أيوة. الطفل ما بيدوه سوائل كافية، فنحن بنقول السوائل حتى لو احتوت على السكر بيكون ما عندنا فيها مشكلة، ممكن تركز على الشوربة، الكستر، الحاجات الثانية دي. حتى ولو كان فيها قليلا من السكر عشان نمنع الجفاف. نعم. ودي مهمة، رسالة مهمة جدا أنا بحاول برسلها من خلالكم لأمهاتنا، يعني عشان الطفل ما يخش في مضاعفات أثناء المرض، إنه عدم ما يوقفوا لنا الأنسولين نهائيا، زايد إنه حتى ولو عصائر المحلية بقليل من السكر لازم يدونا. نعم. عشان نمنع الجفاف. مكتبكم في التغذية العلاجية في بوردات كثيرة وفي حاجات بطريقة ظريفة بتوصل المعلومة. وإحنا شايفة بوراي في كومش ومعالج وكده، بتستفيدوا منها في شنو في حكاية التغذية العلاجية؟ حقيقي الكمش والمعالج هي دي هي نفس الموجودة. نحن دارين نحسس الأم إنها هي زي الموجودة في مطبخها، فهي لما تيجي تلقى الكمش والمعالج بقولها شفت الكمش هذيكي، دي نفس الموجودة في البيت، فهي دي المقدار الممكن نوصل به وفهم التغذية. نعم. يعني مثلا الحاجات اللي بتتغرف زي الفول زي الرز زي كده، فهي ما حاجة مفتوحة أنا الليلة ممكن أجيب كمية من الرز الطفل يأكله وأقول ما بترفع له السكر، زاد. نعم. بالذات قلنا الأعمار الكبيرة. نعم. فعندنا ليه حبة وزنة بكم من الكمشة عادي، مثلا كم العيش، الحاجات دي كلها بالنسبة لنا، العصيدة قدر شنو، الكيس
الجسر ممكن مقدار يكون قدر شنو. دي هي الكمية اللي بتوازي الأنسولين. ودي هي مهمة جدا بالنسبة لنا في أنواع كثير من الأنسولين. في ناس بيستخدموا ممكن دكتور عمر تكلم لقدام مضخات الأنسولين في أنواع لازم تتم فيها حسابات دقيقة عشان المضخة تقدر تشتغل. شكرا لك دكتور هاجر إبراهيم، استفدنا منك كثير في التغذية العلاجية بالنسبة لمريض السكر، وإن شاء الله كل الأمهات يكونوا استفادوا. كمان نتنقل كمان نحن لفقرة مهمة في مركز السودان لسكر الأقصى. مرحبا بكل اللي انضموا لمتابعة برنامج العيادة، ونحن في واحد من الأقسام مركز السودان لسكر الأطفال، وهو قسم مهم جدا. نحن في قسم الصحة النفسية مع دكتورة رؤى عمر محمد الأمين، ونحن سعيدين جدا بك دكتورة رؤى. وقسم مهم جدا، والعامل النفسي للأسرة اللي عندها طفل مصاب بالسكري قد يكون كبير يعني، فإحنا دايما نشوف دوركم في الحتة دي بيتم كيف. تمام. زي ما هو معروف احنا في اي حته في المركز هنا زي ما بنهتم بصحته الجسديه، فلازم اول حاجه اهم حاجه نهتم بصحته النفسيه، لانه لو ما بقت صحته النفسيه سليمه وكده فبعد ذاك صحته الجسديه ذاتها ما حيكون كويس. فعندنا اهم حاجه انه هنا نضمن سلامته وصحته النفسيه من اول ما يشخص بسكري لحد، لانه هو في الاول بيكون ما متقبل المرض، بنقف معه ستيب باي ستيب لحد ما انه يبدا يتقبل في المرض، يبدا المرض بالنسبه له يعني يحاول يتاقلم معه وكده. فبعد ذاك بنكون شغالين معه ستيب باي ستيب من التغييم النفسي، ثاني بعد ذاك بنشوف التدخل الصحيح المفروض ندخله معه على حسب الحاله حقته، بنتدخل معه على حسب بعد ذاك التقنيات اللي احنا ممكن نستخدمها معه. فهنا بنستخدم معه كل التقنيات اللي هي كل التقنيات الحديثه يعني هنا. نعم. في العياده حقتنا. نعم. من انه العلاج باللعب، من انه العلاج من عن طريق الاسترخاء، العلاج عن طريق التامل، فكل طفل على حسب الحاله حقته. فبعد ذلك بنشوف الطريقه. التدريب ده بيتم بالنسبه للام والطفل في نفس الوقت ولا بتركز على الام اكثر ولا حتى بنشتغل الاثنين مع بعض؟ بنشتغل. نعم. مع الام وبنشتغل مع الطفل. فمرات الامهات في الاول بيكونوا محتاجين عندهم معلومات خاطئه، بنساعدهم من الاول انه مثال المعلومات الخاطئه اللي عند الامهات مثلا بيكون عندهم الخوف الشديد بالنسبه للطفل انه هو جاه سكري وكده، فبكونوا قلقانين عليه شديد، بيقوموا بدلعوه شديد، فالدلع زياده عن اللزوم ده بعد ذاك بيخرب عليهم هم ذات الامهات، بيبقى صعب انه يقدروا يعملوا كنترول على الطفل. فبقوموا بيجوا هنا بيقولوا النظام احنا بقينا ما قادرين نتعامل مع الطفل، فنتعامل معه كيف وكده. فهم من الاول بيكونوا عاملوه بطريقه غلط، نظام هو عنده سكري ولسه هو صغير وكده، فبدلعوه، فالدلع بيقوم بيأثر سلبيا عليه هو ذاته. نعم. فبعد ذاك بنوريها الطريقه الصحيحه انها كيف تتعامل مع الطفل، نعدل لها الاخطاء اللي هي بتعملها، انت ما مفروض تعمل كده، مفروض تعدلي بالطريقه دي، فبنوجهها للطريقه الصحيحه على اساس انها تعرف كيف تتعامل مع الطفل حقها. دكتور رؤى، بالنسبه للعب يعني هو المفروض امه تخليه يلعب مع اصحابه عادي في المدرسه عادي، ولا في وصايا مهمه انتم بتدوها للامهات؟ لا بنخليه هو يلعب عادي في المدرسه، حتى بنقول لها يمارس النشاطات حقته هي ذاتها عادي، في النهايه هو ما بنقصه منه من الاطفال الثانيين اي حاجه، غير انه بس بياخذ الحقنه حقه الانسولين، لكن اي حاجه هو اكتيفيتيز او نشاط هو بمارسه المفروض يمارسه زيه زي الاطفال العاديين. فبالعكس هو الامهات بيكون دائما عندهم افكار خاطئه في الحياه زي دي، انه ما يتحرك كثير، يكون قاعد في حته واحده، ما تعمل حاجه في السكر بتاعك لو زاد لو هبط، الخوف الكثير اللي عند الامهات ده. فاحنا بنحاول بنطمنها بنقول لها انه بالعكس يعني انت خليه هو يجرب حياته، في النهايه يعني اسمه شنو ما حتقدري انت تكوني مغطيه عليه تغطيه كامله، لكن في النهايه بيسلم منها يعني. نعم. دائما احنا بنشوف التسقيف الصحي وبنشوف الصحه النفسيه والحاجات دي كلها دائما عندها علاقه بالام، هل انت بتطالبي بوجود الام والاب في نفس اللحظه ولا دائما بتركز على الام لان هي اكثر التصاقا بالطفل يعني؟ بنركز على الام اكثر لان هي اكثر التصاق بالطفل، لانها هي بتكون قريبه له وهي بتقدر بتتابعه اكثر، فالامهات عموما هم اللي بيكونوا خوافين اكثر. لكن مرات برضه بنشتغل مع الابهات بالذات لو كان الاب بالذات هو بيدلع الطفل بيعامله معامله خاصه كده، فبنقوم برضه بنشتغل مع الأب. لكن أغلبيتها طبعا بنشتغل مع الأمهات أكثر حاجة. نعم. لما نوصل لعمر معين بنشتغل مع الأطفال ذاتها. نعم. على حسب بعد ذاك الحالة اللي هم وجود الطفل في أغلب الوقت في المدرسة، أنتوا بتخلوا الأم تواصل المدرسة بحكاية الهناء الاختصاص النفسي في المدرسة، هل في تواصل ولا عاملين
حاجه محدده في أيوة. المدرسه هو بيكون في تواصل، لكن دايما بنوصي الام انها لازم تملك الطفل معلومه كامله عن الحاجه اللي عنده، لو حصل له انخفاض لو حصل له ارتفاع. نعم. هي لازم من هو صغير ما تقول انه هو ما بيفهم او ما حيعرف، بالعكس الاطفال بيحفظوا كويس بيكونوا عارفين، فانها تخليه هو ذاته توريه يعني توعيه بالحاجه اللي هي عنده والحاجه لو حصلت له هو يقدر كيف يتعامل معها. نعم. يعني حتى من هنا بنقول لها من هو صغنطوط يعني خليه من عمر 14 13 خليه ياخذ الحقنه برا على اساس انه اللي قدام يبدا يعتمد على نفسه. نعم. فبنقول لها انه دائما انت دائما تديه المعلومات كل مره تملى له راسه بالمعلومات على اساس انه يكون يتعايش مع الحاجه دي ويعرف هو ذاته يعمل لها كنترول، حتى لو حصل له مثلا تنمر في المدرسه او حاجه زي دي يعرف يدافع عن نفسه، السكري هو شنو جاولي شنو عشان شنو، فعشان ما يكون هو خجلان من الحاجه اللي هي عنده حاسس انه الحاجه دي عنده هو براهم وعند الناس الثانيه فيحس انه الحاجه انه هو مختلف عن الناس. فلا بنوريه انه الحاجه دي هي عاديه جدا، بس انت الحاجه الوحيده اللي بتفرق عندك انك تاخذ انسولين لكن الباقيين يعني هم ما بياخذوا. نعم. ده دور عظيم جدا منكم دكتوره رؤى عمر محمد الامين، احنا سعيدين بك جدا والخدمات المجانيه اللي بتقدم لكل الامهات ولكل الاسر اللي عندهم اطفال مصابين بالسكري. نشكرك دكتوره رؤى، تعلمنا منك كثير، وكمان خليكم معنا بعد الفاصل نمشي لقسم مهم من اقسام مركز السوداني سكر الباطنه. مرحبا بكم مرة ثانية، ونحن ضيوف على مركز السودان لسكر الأطفال وفي أهم محطاتنا وهي الصيدلية والموجود فيها كل العلاجات اللي بيحتاجها مريض السكري سكر الأطفال، ونحن ضيوف على دكتورة ندى الفاتح اللي هتنورنا كثير وتدينا وصايا مهمة عن كيفية التعامل مع الأنسولين. مرحبا بك دكتورة ندى، ونحن ضيوف الليلة في صيدليتك الجميلة، ومعلومات مهمة يا ندى بتقدميها يوميا لكل أولياء الأمور أو لكل المرضى. اتفضلي يا دكتورة. أهلا وسهلا، السلام عليكم، وشرفتونا هنا في مركز السودان لسكر الأطفال وفي صيدليتنا. نحن هنا في مركز السودان لسكر الأطفال وفي الصيدلية خاصة نحن عندنا علاج بنقدمه مجاني للمريض لمريض السكري. نحن عندنا جميع أنواع الأنسولين اللي هي بيحتاج الأنسولين اللي بيحتاج مريض السكري، اللي هي كله مريض السكري من الأطفال كل أنواع الأنسولين. عندنا ثلاثة أنواع بتاعة أنسولين اللي هي المسجلة في السودان، عندنا المكسارت وعندنا الانسولتارت وعندنا الريجول الانسولين الاكترابيت اللي هو، وعندنا اللانتوس انسولين. هم عباره عن لونج اكتين انسولين وشورت اكتين انسولين وانترميديت. بنصرف الانسولين على حسب الدكتور كتب لنا شنو في الروشته حقته، بيجينا المريض بنصرف له الانسولين، بياخذ الانسولين كله مجاني فري من غير اي قروش بيدفعها ولا حاجه، وبندي معاها الحقن حقته. نحن زمان بنصرف للمريض العلاج حقه حق شهرين. نعم. مما جاحت كورونا بقينا نصرف له حق 3 شهور. ممتاز. فاول ما اجي بنصرف له على اساس نحن عايزين المريض يكون كنترول. الدكتور بيحدد لنا انه هو الطبيب المعالج انه المريض ده لو ما محتاج انه يراجعه فخلاص 3 شهور، يجي تاني بعد 3 شهور يعملوا له تراكم وكذا ونديه علاج تاني حق 3 شهور. نعم. اول ما يجينا نحن بنشوف المرض، طبعا احنا معظم المرضى اللي بيجونا يكونوا جايين كم مره، يعني معظمهم بيكونوا نحن مفهمين انه الحاصل شنو. نعم. لكن المريض لما يجينا جديد اول حاجه بنوريه انواع الانسولين، بنفرق له بيناتها، بنوري الفرق في اللون وفي الشكل عشان يعرف. نعم. بعد كده بنبدا نوريه كيف يحفظ الانسولين وكيف ياخذ الجرعه. اول حاجه بنوريه انه الانسولين في فرق ده لونه كيف وده لونه كيف. بعدين بنوريه انه لازم لما نيجي يحفظه في الثلاجه يحفظه لنا في الدرج بتاع الثلاجه، ونهائي ما يوديه على الفريزر يكون قاعد في الدرج، يكون محفوظ بالكرتونه حقته. أيوة. لازم الانسولين يتحفظ في الكرتونه حقته لانه الكرتونه بتحافظ عليه من الضوء من الشمس من اي لانه الضوء بياثر على الانسولين. فلازم حتى في الثلاجه يكون قاعد في الكرتونه حقته. نعم. ويكون محفوظ بالطريقه السليمه حقته، يكون الليبل حق الانسولين كله ظاهر عشان حتى يتاكد من تاريخ صلاحته. أيوة. تاريخ انتهائه، فلازم الكرتونه تكون بالانسولين. ايوه دي معلومه مهمه. ايوه ويحفظه. نعم. كيف ثاني بعد كده بنوريه انه لو حصل في تغيير في لون الانسولين تغيير في شكله فكده فلازم ما يستعمله. ايوه يجيبوا لنا راجع. وبعد كده برضو في ناس الجرعات الصغيره اللي بيكونوا اطفال بيكون الجرعات يونت 2 يونت في اليوم 3 يونت، يعني ده بيكونوا الاطفال، فبنوريهم انه الانسولين ده حقه بعد ما يتفتح انه لازم الانسولين يتحفظ 5 اسابيع بس، يقعد معاهم عندهم في البيت لمده 5 اسابيع وياخذوا منه. حتى لو هو ما بياخذ منه وتم ال5 اسابيع مثلا اخذ منه جرعه واحده، لازم بعد كده الفتيل ده ما يستعمله ثاني الانسولين، لانه بيتغير في الخصائص حقته وبيبقى يديه مفعول اقل او ما يديه المفعول اللي احنا عايزينه يستفيد منه الجسم.
نعم. فنحن بنقول له بعد ما انت تتم الخمس اسابيع دي او 50 يوم، انت لازم الفتيل ده خلاص تبدا تفتح فتيل جديد. ايوه. يدينا نغيره لك، يعني احنا لو وديناه زي ما قلت لكم احنا بنديهم على 3 شهور. نعم. لو ودينا فتيلين او 3 انه بنوريه انه ده بعد 5 اسابيع او بعد 50 يوم انت تشيله، تحفظ يعني ثاني ما تستعمله وتفتح الفتيل الجديد. نعم. ده كده الاجراءات اللي بنقول لهم. وصايه مهمه جدا. أيوة. واحنا معلومات كمان احنا اول مره نعرفها. نعم. ايوه صح، في ناس. نعم. ايوه ما تكون لسه عليهم. طيب تمام. ثاني نحن عندنا جزء ثاني غير الانسولين بنديهم زي ما قلت لك الحقن. أيوة. عندنا الحقن نوعين بتاع حقن 0.5 و1 ملي. نعم. 0.5 دي هي الحقنة الصغيرة بنحاول نديها للناس من سن يوم لحد سن 4 سنين 5 سنين. أيوة. لأنها هي شوية طعنتها صغيرة. أيوة. وهي ذات 50 يونت. أيوة. وديك بتكون 100 يونت. 100 يونت. نعم. 100 يونت. فبنحاول ندي اللي هو من سن يوم لحد سن 5 سنين أو 4 سنين بنديهم الحقنة الصغيرة. نعم. لأنها ما متوفرة لنا بالكمية الكافية زي الومن. نعم. والناس الكبار شوية طبعا احنا بندي الأطفال من سن يوم لحد سن 18 سنة. بنديهم الأنسولين في اللي هو الحاجات اللي قلتها لك دي كلها فيه. نعم. ثاني عندنا جزء تابع مع البحث الاجتماعي اللي هو المكتب بتاع البحث الاجتماعي اللي هو بيكون فيه الستريبس والشرايط والاجهزه بتاعت السكري. ايوه. ده نحن مع الجمع بتصرف عليه الجزء ده ناس الجمعيه. ايوه. فده نحن بنديهم الانسولين تبع المكتب بتاع البحث، مش الانسولين، بنديهم الستريبس والشرايط والاجهزه تبع البحث الاجتماعيه. نعم. بندي لهم فري. اللي هي كلها خدمات مجانيه. نعم. كلها خدمات مجانيه وبكون. نعم. صرف عليه ده الجزء ده مصروف عليه الجمعيه. من الجمعيه. لكن نعم. الانسولين بيجينا من وزاره الصحه. ولايه الخرطوم. أيوة. كل الانسولين بيجينا شهريا مجاني. هو الحقن. جهود عظيمه جدا لكل ثاني برضه. نعم. وزاره الصحه ولايه الخرطوم برضه بتدينا ادويه. اللي هي المضادات الحيويه خافضه الحراره. بتدينا التريبات الحاجات دي كلها بتدينا لها فري لسن اقل من 5 سنين. نعم. للاطفال اقل من 5 سنين. نعم. بتوفر لهم المضادات الحيويه. بتوفر لهم خافضات الحراره. نعم. بتوفر لهم حتى المراهم حقت العيون. أيوة. دي كلها تبع وزاره الصحه ولايه الخرطوم. ده لما تكون الروشته فيها حاجات زي دي محتاجين لها برضه بتصرفها لهم. ايوه. حتى دي برضه مجاني، ما الانسولين دي برضه مجاني. دي برضه مجاني طبعا. نعم. ولايه الخرطوم. نعم. بيقولوا لها الادويه الاندر 5 اللي هو تحت 5 سنين. ايوه تحت 5 سنين موفره على الوزاره. يعني عندنا برضه الدريبات والكاميرات. نعم. والحاجات دي تكون لها برضه تبع ولايه الصحه او ولايه الخرطوم. وزاره. نعم. الصحه ولايه الخرطوم دي في حاله عندنا انخفاض لا قدر الله، عنده ارتفاع، جانا بيشر محتاج له حاجه زي دي. نعم. فنكون اي حاجه يعني بنقدر نسيطر عليها تكون تحت السيطره. نعم. موفرين لهم اي حاجه في. نعم. الحاجات دي طبعا زي ما شايفين هنا في انواع من المضادات الحيويه لانه بيكون عندهم التهابات. أيوة. معرضين للالتهابات وكده. وفي فيتامينات كمان حتى. عندكم فيتامينات صح دكتوره؟ ايوه عندنا. نعم. فيتامين دي. نعم. وعندهم حديد لو يحتاجوا او كده. حتى الفيتامينات بيتم صرفها مجانا تحت الدهن. ايوه في العجيل برضه. ودي ميتوفورمين. ميتوفورمين ده في بعض الناس اللي بيكون. نعم. شويه اوبيسيتي. نعم. فبندي لهم. ايوه فبكونوا ده بيكونوا تايب 2. ده الجزء الثاني في بعض طبعا احنا كل الناس السكري تايب 1. احنا تايب 1 لانه سكر الاطفال من النوع الاول. لكن في بعض. نعم. منهم بيكونوا. نعم. تايب 2. نعم. فموفرين لهم الميتوفورمين. نعم. للبعض البسيط. نعم. شكرا دكتوره ندى. ما احنا كنا ضيوف عليك في صيدليتك صيدليه مركز السودان للسكري للاطفال السكري، واحنا استفدنا كثير معلومات مهمه جدا عن الانسولين وكيفيه استخدامه والمده المفروض يستخدم فيها الانسولين من فتحه وان احنا ما نشيله من الكرتون. دي كلها كانت يعني جرعه تثقيفيه لنا حتى ان احنا استفدنا منك كثير دكتوره ندى. ان شاء الله كل الناس تكون استفادت من دكتوره ندى ومن نصائحها المهمه لكل الامهات، نصائح لابنائهم المصابين بالسكري. خليكم معنا فقراتنا لسه مستمره بعد. انضموا لمتابعة برنامج العيادة ونحن جينا لفقرة مهمة جدا، فقرة الخدمة الاجتماعية بمركز السودان لسكري الأطفال. ونحن ضيوف على المركز وكمان ضيوف على أستاذة نوال أحمد السنوسي وهي المسؤول وهي رئيسة قسم الخدمة الاجتماعية بالمركز. مرحبا بك أستاذة نوال، وإحنا سعيدين جدا إنه إحنا معاك الليلة ودارين نعرف الدور المهم اللي بتقوموا به أنتوا وبتقوموا به أنت كمان كرئيسة لهذا القسم المهم في المركز.
طيب بسم الله الرحمن الرحيم، بنرحب بقناة الشروق دائما معنا في كل مواقفنا. فمركز المكتبة الخدمة الاجتماعية الطبية هو مكتب متخصص في تقديم الخدمات الاجتماعية الطبية الخاصة بمرضى السكري. نعم. مجرد ما جانا المريض محول من العيادة طوالي بنعمل له دراسة اجتماعية وواسطة الأخصائي الاجتماعي. الدراسة دي بتحدد لنا مدى احتياجات المريض، هل هو من الأسر المحتاجة، هل هو من الأسر العادية، هل هو من الأسر اللي فيها أكثر من مريض. بعدها بنقوم نحدد تقديم نوعية تقديم الخدمة. فالخدمة دي يعني ممكن تكون تقديم جهاز، دعم فحوصات، يعني دعم للأسرة، دعم للأسرة. أيوة ممكن نعم. تكون زيارة للأسرة مهمة في البيت يعني، عشان الناس تشوف الوضع يعني على حقيقته. فده نوال ده لكل عيان بيتم الحكاية لا دي؟ لا لا ما كل حالات المعينة. حالات معينة بتحتاج تعرفوها، الأخصائي الاجتماعي لازم يقوم بزيارة للمكتب. نعم. فالدعم المقدم لمكتب الخدمة الاجتماعية هو الجمعية السودانية للسكر الأطفال، هي الداعم الأساسي والرئيسي لكل أطفال السكري. فهي أهم برامجها وأهم أهدافها تقديم رعاية متكاملة للطفل السكري وأسرته. يعني ما للطفل فقط، يعني ما تقديم العلاج وما تقديم الأجهزة والأشرطة وغيره. نحن عندنا شغل مع الأسر، بنحاول نأهل الأمهات الأيتام، الأسر اللي فيها مشاكل اجتماعية، بنحاول ندرب الأمهات على مشاريع صغيرة عشان ما تساعدهم في الحياة. فالشغل هو متكامل. ده دور كبير ممكن جدا. يكون فيه زيارة للمدارس. أيوة. ممكن يكون فيه زيارة في المراكز الاجتماعية في الأحياء عشان ما نشوف الأوضاع شنو. نعم. فهو شغل متكامل لطفل السكري. كأنكم أنتم بتعينوا الطفل بس مش يعني في حاجاته الأساسية اللي هو الأنسولين مثلا، أو يعني أنه يكون عنده الإبر وكده، أنتم بتمشوا الأبعد من كده، بتضمنوا وظيفة للأم وقد يكون وظيفة للأب ذات نفسه، صح؟ أكيد. نعم. أكيد. وبتكون في متابعة بعد ذاك منكم للأسر دي؟ متابعة دورية. نحن عندنا دراسات عاملينها وملفات خططناها للأطفال اللي بتكون فيها كل الحالة الاجتماعية الخاصة بالمريض، حتى لو حصل أي تطورات بالنسبة للأسرة هي بتكون عندنا، ونحن بعد ذاك بنتابعها. وبعد ذاك بنهتم بالجوانب الترفيهية للأسرة، يعني ما بنخلي الحكاية بس على الجانب الطبي. فمثلا في احتفالات باليوم العالمي بيشاركوا الأطفال، احتفال بعيد الأم بيشاركوا الأطفال، حتى احتفال بالطلبة المتفوقين في مدارس الأساس في ثانوي. حتى بنعمل برامج بتاعة مراجعة مدارسة للأطفال ما قادرين مثلا في المدارس يمشوا، عندنا مجموعة هنا ممكن يمشوا يعملوا لهم مراجعة. فالأمور كلها متكاملة. نعم. جوانب ترفيهية، عندنا فرحة العيد، عندنا كيس الصايم بنوفر للأسر، حتى عندنا مشاريع صغيرة بنملكها للأسر عن طريق خيرين أو طريق جمعيات. يمكن تكون الجمعية السودانية هي الراعي الأساسي. نعم. فهي مشاريع مختلفة على حسب وضع الأسرة أو على حسب إمكانية الأسرة هي حدير شنو. نعم. فمجرد نحن ما نحدد إنه في أسرة عايزة مساعدة بنمشي نعمل زيارة وبنعمل تقرير كامل نشوف الأسرة هي محتاجة شنو. نعم. هي هتقدر تعمل شنو. فهي مشاريع مختلفة، مثلا ملكنا ناس ماكينات خياطة، في ناس ملكناهم ثلاجات، في ناس ملكناهم شغل بتاع تصنيع مثلا عطور، تصنيع مخبوزات. نعم. وده تصنيع العطور والمخبوزات ده يعني سبقته دورات تدريبية للأمهات كانت داخل المركز. عملنا دورات، حددنا الأمهات منهم على حسب رغباتهم هم شنو عايزين شنو. عملنا 4 أو 5 دورات في 2019 في 2020، دورة بتاعت مخبوزات ودورة بتاعت تصنيع عطور، تصنيع صابون، تصنيع منتجات جلود. فهسه ما شاء الله الأسر كلها دخلت في الدورات دي، ملكناهم مشاريع ودعمناهم بمبالغ بسيطة والموضوع ماشي الحمد لله. أستاذة نوال، أنا حقيقة أول مرة أحس نفسي بعرفك في الحتة دي، لأنه أنت يعني إحساس جميل، إحساس جميل. أنا ما قادرة أنهي الحلقة إلا أقول لك يعني شكرا. الله يبارك فيك. لكل الناس اللي ساعدتهم، لكل الأمهات اللي ساعدتهم، وإن شاء الله يكون في دعم كمان من كل اللي بيسمعونا للجمعية عشان تمشوا أكثر وأكثر. ده ما دور بس في العلاج، يعني ده دور أسري متكامل. تستحق التحية الجمعية إن شاء الله. يعني الجمعية دائما بتفتح يعني كل الأبواب، أبواب الناس كلها دايرة تقدم أي خدمات، أي دعم عن طريق الحساب الموجود في بنك السودان الفرنسي. نعم.
الرئاسة 25,000. أي زول عايز يقدم 25,000 نعم يكون عبر الجمعية لأطفال السكر. شكرا لكم، شكرا للجميع، وشكرا لكل الناس اللي بيقدموا دعم إن شاء الله في ميزان حسناتكم. شكرا لكم، وخليكم معنا، فقراتنا لسه مستمرة بعد الفاصل. مرحبا بكل اللي انضموا لمتابعة برنامج العيادة، ونحن في فقرة مهمة جدا، نحن ضيوف على مركز السودان لسكر الأطفال، ونحن ضيوف كمان على دكتور عمر عثمان بابكر استشاري السكري والغدد الصم للأطفال، وهو نائب مدير المركز، ليحدثنا إن شاء الله عن المركز وعن الخدمات اللي بتقدم في المركز، وهنتكلم باستفاضة إن شاء الله عن السكري الأطفال. دكتور عمر مرحبا بك، ونحن ضيوف الليل على مركزكم، مركز جميل وأقسامه كثيرة، ممكن تكلمنا عن المركز، الراعي للمركز والخدمات الموجودة في المركز؟ هو مركز في الخرطوم 2، تم افتتاحه تقريبا قبل أقل من سنة بعد تجهيز لسنوات كثيرة. المركز بناه الجمعية السودانية لسكر الأطفال، وفي أرض تابعة لوزارة الصحة ولاية الخرطوم، يعني هو شراكة بين الجمعية السودانية لسكر الأطفال ووزارة الصحة ولاية الخرطوم. نعم. المركز الشيء الأول بيشرف على عيادات في كل ولايات السودان، والعيادات دي بندرب فيها أخصائيين أطفال، وبندرب فيها كل الكوادر المساعدة لكي ترعى سكر الأطفال. المركز فيه زي ما شفنا قبل شوية أقسام مختلفة، فيه الإحصاء الطبي، فيه التسقيف الصحي، التغذية، الخدمات الاجتماعية، فيه قسم الصحة النفسية، فيه عيادات تخصصية، فيه عيادة السمنة وغرفة الرياضة اللي غرفة نحن موجودين فيها. نعم. غرفة جميلة، غرفة جميلة حقيقة. أيوة. نعم. وفيه عيادة تخصصية للكلى، ودي كلها عندها علاقة بسكر الأطفال، عيادة الأسنان، عيادة العيون، يعني أي شيء عنده علاقة بسكر الأطفال، يعني بنقدم للطفل وأسرته خدمات متكاملة. نعم. المركز تقريبا بيرعى قرابة 3000 مريض، معظمهم من ولاية الخرطوم، لكن بنستقبل تحويلات من عياداتنا في الأقاليم في كل الولايات، الأطفال عندهم مضاعفات. نعم. طيب دكتور، حكاية سكر الأطفال وانتشار مرض سكر الأطفال، احنا دايرين في الأول نعرف سكر الأطفال فرقه من السكر الكبار شنو، أنواع السكري والأعمار اللي بتظهر فيها. طيب أنا أول شيء بشكرك للسؤال ده، سؤال جميل جدا، لأنه يعني الفكرة السائدة في السودان وبرا السودان إنه السكري الناس كلها بتعرف سكر الكبار. نعم. اللي هو الناس عندهم زيادة في الوزن، في عمل وراثة عالية، بنعالجه بالحمية الغذائية. سكر الأطفال بيختلف خالص، سكر الأطفال عمل الوراثة فيه بعكس ما الناس بيفتكره، عمل الوراثة فيه بسيط. سكر الكبار ممكن 80-90% فيه عمل وراثة، سكر الأطفال لا. سكر الأطفال بينتج عن إنه جهاز المناعة للطفل حساس شوية، بيطلع مضادات لأسباب مختلفة، المضادات دي بتهاجم خلايا باء المنتجة للإنسولين في البنكرياس وبتعطلها، عشان كده علاجه فقط بالإنسولين، بعكس سكر الكبار اللي هو الطفل الشخص الكبير بيحتاج للحمية الغذائية لينزل وزنه، بياخد حبوب. لكن مؤخرا في السنوات الأخيرة سكر الكبار النوع الثاني بقينا نشوفه في الأطفال أيضا، لتغيير النمط الحياتي بقينا نشوف أطفال وزنهم زايد، وده غالبا بيكون يعني عندهم في الأسرة يعني أشخاص عندهم سكر النوع الثاني. نعم. وده العلاج مختلف خالص، لكن خلينا الآن نركز عن سكري الأطفال. سكر الأطفال زي ما قلت بنتج، لأنه جهاز المناعة بنتج مضادات بتحطم الخلايا باء المنتجة للإنسولين. بعد ذاك الطفل بيجي بأعراض، أنا دي يعني الأعراض دي مهمة جدا بالضبط، دي سانحة. نعم. كويسة جدا، لأنه أحيانا كثير جدا الأم أو الحبوبة بالضبط بشوف الطفل ليه كم أسبوع ولا كم شهر، يعني بتبول كثير، أحيانا بتبول لا إراديا، بتجي في يعني في راسهم إنه ممكن يكون سكر الأطفال. نعم. لكن بيستبعدوا شديد. دي رسالة، أشياء بقول لكم الأعراض، أعراض سكر الأطفال. حتى التبول ده دكتور، التبول دي يعني مثلا بتاني ندق نعوص الخطر، يعني مثلا كم مرة في اليوم بالليل أكثر من النهار. أيوة. أيوة. أكثر حي ناس بتلاحظها إنه الطفل بيسحب الليل غير العادة، يتبول مرتين ثلاثة مرات، مثلا الطفل عادة ما بتبول بالليل أو بتبول مرة واحدة،
لما تبول مرتين ثلاثة مرات دي بتدق ناقص الخطر. أيوة. دي واحد. الحاجة الثانية التبول اللا إرادي، تلقى ولد اللي بيت عمره 7-8-9-10-12 سنة لسه بتبول، يقوم لا من أول ما عنده أي حاجة فجأة. أيوة. يقوم يجيه تبول لا إرادي، دي واحدة من علامات السكري. يعني لو الأم لاحظت الطفل مرة مرتين في الأسبوع لقيت إنه في فراشه في تبول، شنو الأول ما يزعلوا منه. نعم. لكن يفكروا ده قد يكون واحد من أعراض سكر الأطفال. الشيء الثاني الشراب الكثير. التبول ايضا في المدرسه، الطفل المدرس بيلاحظ الطفل مره مرتين اثناء اليوم الدراسي يطلع ويستأذن. احيانا الاستاذ ما يكون عارف انه ده، يقوم يفتكر الطفل بيلعب ويقوم يعاقبه او يقعد في الفصل. صح. اذا الطفل طلع مره مرتين اثناء اليوم الدراسي بغير عادته انه يطلع يتبول، اذا تبول كثير بالليل، اذا صح مرات كثير بالليل، بالاضافه للشراب الكثير. الشراب الكثير احيانا حتى في الشتاء تلقى الطفل بيشرب كثير جدا، تلقى الاسره مسافره الطفل يجي مره مرتين في الطريق عايز يتبول عايز يشرب. العطش الكثير، التبول الكثير، الجوع الكثير، احيانا الطفل يبقى بياكل اكثر من اللازم وبالرغم من ده تلقى صحته نازله. لو ما لاحظنا الاسره ما لاحظت الاشياء دي قد يجي بعدها فتور والتعب والاستفراغ وجع البطن ويشم فيه ريحه الاسيتون. نعم. دي مرحله متاخره جدا بيجينا في المرحله الطفل قد يحتاج لعنايه مكثفه عشان يربط. عشان كده الاعراض الجمناه دي مهمه جدا كل الاسر، وللاسف بيجوا متاخرين دائما يا دكتور. متاخرين ولما بيجوا متاخرين نضطر نفتش لهم عنايه مكثفه ما نلقاها. ولو عالجناهم في الامبر العادي دارين مراقبه دقيقه. يعني دي رساله لكل ام والاب، لو لا سمح الله ظهرت الاعراض دي تبول شراب كثير فتور تقيؤ طوال يجي ودوا لي اقرب مركز صحي لكم عشان نتاكد بس منها لكم انتوا عشان ما نكون شاكين فيه ولا ما فيه. نعم. يتعمل له تحليل ان شاء الله. طيب اهم الفحوصات اللي انت بتوصي انه لو الزول حاسه انه في مشكله انه يمشي المركز الصحي الجنب والاقرب عياده جنبه عشان يفحص، ممكن يفحص شنو؟ لازم يقابل الاستشاره ولا ممكن يعمل فحوصات عامه؟ والله عامه احنا بنقول الطفل يمشي لمركز صحي جنبه او لو لاول مستشفى بيتعمل فحص السكر العادي اللي هو بيتعمل ب الجهاز المنزلي العادي ده. نعم. او في ناس بيمشوا للصيدليه جنبهم، او اذا في حد في الاسره يعني تعمل التحليل يا صايم الصباح قبل اي وجبه او عشوائي نص اليوم. اذا لقيناه صايم اكثر من 125 ده مع الاعراض ده واحده من الاشياء بيشخص بها، او نعم. عشوائي في اي وقت اكثر من 200 دي معناها مع الاعراض الطفل عنده سكر طوالي ما ينتظر حتى بكره، لازم في نفس الليله او في نفس اليوم لاقرب مستشفى او مركز صحي. نعم. بيشوفن دكتور عادي بعد ذاك اخصائي اطفال، بعد ذاك بيحولونا في احد من عياداتنا ومراكزنا في دورات. نعم. يعني بصوره مستديمه بندرب فيها اخصائي الاطفال في كل ولايه السودان، الاطباء العموميين، بنوريهم الحياه اللي عملوها عشان يتفادى ما نحولهم الخرطوم. يعني نعم. قاعد في الولايات بتعالج في الولايات. نعم. طيب يا دكتور من خلال دراساتكم انتم البحوث هنا برضه في المركز في ديسن البحوث كده، لاحظوا عمر معين بتكون فيه البيك مثلا اكثر حاجه مثلا في العمر؟ سؤال كويس جدا. نعم. طيب البيك في السودان هي عملت دراسات وفي دراسات اتعملت خارج السودان، يعني النتائج اللي حصلت اللي وصلنا لها هي نفسها في العالم. في تو بيكس او في يعني في اعمار محدده، اعمار اي في اللي هو بسميه بريسكول ما قبل المدرسه. ايوه. يعني طفل يقول عمره 5 سنين او 6 سنين او 4 سنين. نعم. ده ممكن يكون يوم الاعراض. أيوة. والثاني ما قبل فتره البلوغ يعني عمره 11-12-13-14 ديل الفترتين اللي بنشوف فيهم السكر اكثر. وفي بالاضافه لذلك في اوقات معينه في السنه اللي هي غالبا مربوطه بالتهابات فيروسيه. أيوة. يعني بعد فتره الخريف وبعد فتره الشتاء تي الاثنين فترات بيكون فيها التهابات فيروسيه بتظهر بعديها. بالضبط تظهر يعني بيكون في الحالات الجديده اللي بتشخص في الفترات دي اكثر. نعم. طيب يا دكتور زي ما احنا شفنا في الاقسام المختلفه عندكم هنا التثقيف الصحي كان مهم جدا، الانسولين وكيف نبعنه وكيف نحتفظ به، وصايا مهمه جدا للام والاطفال والصحه النفسيه برضو القسم اللي زرناه عندكم، والتغذيه، التغذيه بند اساسي في العلاج. بالنسبه للانسولين يعني بتنصح الامهات انه يعني الانسولين والجرعه حقته يتعلموها وكده، وهل الانسولين برضو بيكون متوفر في كل حته ولا بتكون في مشاكل؟ الحمد لله الانسولين عندنا في ولايه الخرطوم هنا بتوفر ولايه وزاره الصحه ولايه الخرطوم لكل الاطفال الاقل من 18 سنه مجاني. نعم. والابر مجانيه، حاجه مهمه في كل ولايه السودان. وبحمد الله عندنا جمعيات عالميه دعمانا بنوفر الانسولين لاي طفل في كل ربوع السودان مجاني، والابر مجاني، والرعايه بتاعتها كلها بتوفر مجانيه. بالاضافه الى ذلك عندنا تقريبا 14 عياده
في جمعية عالمية دعماهم بنديهم أشرطة أجهزة مجانية وأشرطة مجانية والفحوصات الدورية مجانية. يعني عندها 14 عيادة في السودان في الأشياء دي مجانية. لكن الإنسولين فيه أنواع كثيرة، المخلوط اللي هم يستخدموا الصباح مع الفطور مع العشاء، وبينضيف ليهم لقينا إنه إضافة الإنسولين الصافي مع الغداء مهمة جدا، بالذات زي ما قالوا ناس التغذية قبل شوية، بنسمح ليهم الأطفال يأكلوا عادي. يعني الطفل لو داري حلي بقطعة مانجا وقطعة موز ما بنقول لا، لكن بنديه له مع الغداء بنقوم نديه جرعة إضافية من الإنسولين الصافي مع الغداء. يعني أنت لو أم طفلك بياخذ صباح ومساء وبيتغدى كويس، لابد مع الغداء نديه جرعة من الإنسولين الصافي. مش كده وبس، بنديك أنت يا الأم في يدك، إذا الطفل مثلا بياخذ 5 وحدات إنسولين صافي مع الغداء، عسى تديه تحلية ما في مشكلة، تديه 6 أو 7 بنحسب لون دامت وبنوريهم. أيوة نعم. ياكل تحلية مع الغداء ونغطي له التحلية دي بإنسولين عادي. بإنسولين عادي. في نوع تاني من الإنسولين اللي هو بنسميها الجرعات المتعددة، بنديه إنسولين خلفية زي إنسولين لانتس والليفيمير. كويس، في أنواع جديدة منه، ده بيشتغل 24 ساعة. أيوة. لكن في النوع ده مع كل وجبة مع الفطور ومع الغداء ومع العشاء بنديهم جرعة من إنسولين سريع المفعول تغطي الوجبة دي. تغطي الوجبة. دي فيها مرونة، إنه الطفل مثلا لو داري الغداء متأخر شوية ما في مشكلة مع الغداء، وقت الغداء إذا بغدا الساعة 3 ويوم الساعة 5 مع الغداء نديهم. مش كده بس، لو عايزين نزلي جرعة شوية، لو يوم في عزومة في البيت في عيد ميلاد في تحلية. نعم. إذا بياخذ 6 مع التحلية ممكن نديه 8 وياكل زيه زي غيره. دي وصايا مهمة جدا للأمهات. طيب يا دكتور، احنا بنخاف جدا من المضاعفات اللي ممكن تحصل للأطفال، كلمنا عن المضاعفات وعن الأجسام اللي بتقدم خدمة للمضاعفات هنا الموجودة. ممتاز. طيب خلينا، المضاعفات احنا عامة بنقسمها لنوعين، مضاعفات آنية أو حادة ومضاعفات مزمنة. المضاعفات الآنية أو اللي بتحصل يعني في وقت سريعة دي 2، انخفاض حاد جدا، يعني مثلا طفل بياخذ 10 وحدات بالغلط اخذ انسولين كثير، اخذ 15 20 وحده. انا اتصلت لي ام قبل كم يوم عندها طفلتها عندها سكري، بدل تاخذ 3 وحدات الطفل اللي عمره 7 سنين اللي زعل جل زعل شديد قام تاخذ 30 وحده كثيره. نعم. دقت لي قلت لها طوال اقرب مستشفى لك، مشت المستشفى ودت التليفون للدكتوره، دكتوره ممتازه جدا، دكتوره من دكاترتنا الصغار دربناهم. نعم. قالت لي عم شنو، قلت لها خذ 3 دريب، الانسولين ده بيشتغل تقريبا 6 ل 8 ساعات، يعني ده متوقع مضاعفات حادة. أخذ الدريب فعلا السكر بدأ ينزل، من كان 180 نزل ل60 ل50 ل40 مع جلوكوز، قدرت حافظ، قعدت 6 و8 ساعات في المستشفى ومشت البيت، بعد ذاك البيت بدأت تاكل. يعني واحدة من المضاعفات انخفاض الحاد، إذا جرعة بالخطأ أو زي نتيجة الزعلة دي، وقمنا تكلمنا مع البيت ما صح، لو زعلتي في كيف أي حاجة إلا الأنسولين. نعم. يعني مضاعفات الحاد، انخفاض الحاد ده بيعالج في البيت، الام بقول لها ادي الطفل ده عصير عصير مازة، عصير عادي او وجبه سكريه ترفع السكر. نعم. معظمهم في البيت بيكون انخفاضات خفيفه. يعني المضاعفات الثانيه اللي هي بتحصل لنا كثير، انه السكر يرتفع والطفل يمرض لسبب من الاسباب، ملاريا او مثل التهاب فيروسي، ويبدا يرجع يفقد السوائل وسكر عالي، ممكن يخش عليه في حاجه اسمها الحموضه الكيتونيه. عشان كده في حاجه اسمها قواعد المرض، يا الام او يا الاب انتوا طفلكم عنده سكر، لو مرض جاته ملاريا او اي واحد من الامراض، المرض بحد ذاته بيرفع السكر جدا من غير ما يكون ياكل كثير. نعم. يعني سكره عادي مثلا صباح 110 120، وهو مريض مكسر 200 300، عشان ما يجي يقول لك ما اكل حاجه والسكر ارتفع عليه وكذا. نعم. لو مريض نقوم يعني في ايام المرض لازم يشرب سوائل كثيرة، دي الحاجة الأولى. الشيء الثاني أبدا ما نوقف الإنسولين، مش كده بس، نديه جرعات إنسولين إضافية. والشيء الثاني يوم المرض بنحلل أكثر من اللازم، نشوفه لو الأمور كويسة تمام، لو مع المرض سكر زاد جدا عشان ما يخش علينا في غيبوبة وحموضة كيتونية. نعم. ندي سوائل كثيرة. نعم. نزيد الجرعات، نحلل زيادة، لو ما الأمور ماشية كويس نمشي لأقرب مستشفى. نعم، ده كلام مهم جدا. دي المضاعفات الآنية اللي هي انخفاض شديد وارتفاع شديد مع الحموضة الكيتونية. الحموضة الكيتونية معظم المستشفيات في السودان وريناهم كيف يعالجوا، وخدت لهم بروتوكولات وبنغلف لهم وخطة خطوات تتعلق. أيوة. نعم. دي المضاعفات الآنية. في المضاعفات المزمنة واللي هي بسببها في المركز هنا، كنا عملنا عيادة كلى وعيادة عيون، ما عندنا عيادة أطراف لأنه بحمد الله الأطفال لحد ما وصلوا 20 سنة نادر جدا تجيهم أي مشكلة في الأطراف، دي واحدة من مشاكل الكبار. نعم. المضاعفات
المزمنة اللي هي نحن بنحاول نتجنبها بتظبيط السكر الكلى والعيون. كويس. الكلى عندنا بروتوكول معين، الطفل لو تم مثلا 12 سنة أو فات 11 سنة وعند السكر لو سنتين أو زيادة يقوم عملوا تحليل البول يشوفوا زلال ولا ما في. يعني جيبوا دائما بنوصي دكاترتنا الصغار وفي العيادات إنه الطفل لو فات 12 سنة وسكر أكثر من سنتين لابد نفحص البول الزلالي. نعم. ولازم نحولهم باسم العيون عشان نشوف الشبكية يتأكدوا. نعملها في العمر زي ده عشان نكون متأكدين ما في حاجة. بعد ده كل سنة بنشوف العيون والكلى. في أشياء تانية بنسميها الأمراض المصاحبة، دي ما مضاعفة. مثلا حساسية القمح زي ما نسى التغذية ورونا. نعم. واحدة من قلنا نحن السكر ده مرض مناعة. نعم. والطفل ده عنده قابلية جوا أمراض مناعة تانية. أهمها إيش؟ اثنين، الغدة الدرقية أحيانا تحصل فيها مشاكل. أيوة. وحساسية القمح. عشان كده الأطفال عامة كل سنة سنتين بنكشف عليهم، ممكن نعمل لهم تحاليل دورية تأكد إن الغدة الدرقية ما فيها مشكلة. ما فيها مشكلة. لأنه نعم. عندهم شوية زي 10-15% أكثر من الأطفال العاديين تجيهم أمراض غدة درقية أو حساسية القمح. وأقسام التغذية بيوروا الأمهات وبعلموهم إنه لأنه اللي عنده حساسية القمح أي شيء فيها قمح يبعد منها، لا رغيف لا بسكويت لا كيك. في بدائل ما شاء الله ناس التغذية بيوروهم من الدخون ومن الروز ومن الأشياء دي، يعملوا سندويتش ويعملوا كيك ويعملوا كل شيء. نعم. تمام. والغدة الدرقية لو لقيناها فيها الطفل لو ظهر عنده ورم في رقبته بنعمل له تحليل وعلاج سهل جدا. يعني الأم لو طفلها عنده سكر وجاته غدة درقية أو يعني خمول في غدة درقية ما يفتكر نهاية الدنيا. أسهل غدة بتدعي غدة درقية. غدة درقية. انخفاض يعني. نعم. دي الأشياء اللي حبي يعني في المركز هنا وفي عيادات بنتابعة بصورة منتظمة. طيب دكتور، برضو المدارس دي حاجة مهمة جدا. أنا في كل الأقسام سألت من هل في تعاون للمدارس للأطفال المصابين بالسكر، لأنه معظم اليوم بيكون في المدارس يعني. تمام. وإحنا داخلين على موسم المدارس كمان. أيوه. يعني نقول فعلا الطفل تلت اليوم بيقضيه في المدرسة. نعم. عشان كده المدرسة دي لازم يكون معانا زي ما نقول في نفس الصفحة. أيوة. الشيء الأول بنشتغل على اتجاهين. الاتجاه الأول بصور مصغرة الطفل اللي عنده سكر بنديه ملصقات وبنديه كتيبات. أيوة. يشاركها مع مدرسته والمدرسة في المدرسة. نعم. إنه السكر نوع الأول وسببه كده وبنعالجه كده، معلومات بسيطة. أيوة. الشيء الثاني بنعمل دورات نحن من كل فترة والتانية بندعو فيها المعلمين والمعلمات وبنتثقيف وكيف يتعاملوا مع طفل السكر. الطفل عنده سكر أحيانا بتبول كثير عشان ما يحرجوه بنخليه يطلع من غير ما يستأذن كده. الشيء الثاني الطفل لو جاء انخفاض ورجفة في السكر في هو في الفصل بنكلم الأستاذ الطفل ده عنده عصير يطلعه يشرب من غير ما يعمل إزعاج. ما تحرجه. ما أيوه ده كلام يعني مهم جدا. أيوة. العامل النفسي مؤثر جدا على الأطفال. عشان كده عندنا قسم الصحة النفسية. أيوه أكيد. يعني الأساتذة بنعلمهم وفي فرص زي دي بنوجه رسالة للمعلمين والمعلمات الطفل اللي عنده سكر في المدرسة طفل عادي أو شيء ما تحرمون من أي شيء يلعب وتريز زيه زي بقى الأطفال وبنوريهم مثلا قبل الرياضة يأكل له سندويتش يشرب له عصير عشان ما يحصل له انخفاض ويتحرج يقع مثلا أثناء الرياضة. نعم. بناخد معانا الأساتذة بنعلمهم والأطفال ذاته في المدرسة بنوريهم أخذت أنسولين الصباح أكلته في المدرسة لازم تأكل شيء خفيف من غير أنسولين. نعم. ده شيء. الشيء الثاني الرياضة إذا في المدرسة أو خارج المدرسة لا بنوري الأم الطفلة عنده كورة في العصر بنقول له يا أخي يوم الكورة ده إذا بياخد مع الغداء 6 وحدات نقول نقص شيء وياخد 4 وحدات أو وكل شيء إضافي قبل الكورة لأن أحيانا الكورة هو اللعب ده بيعمل انخفاض حمس المية وانخفاض متأخر ممكن يجيك بعد 24 ساعة سبب الكورة اللي لعبها أمس بالليل 2 صباحا يجوا انخفاض حاد لأنه الجسم يستنفذ كل السكر الموجود في مخازن الجسم في الكبد أو في العضلات ويجي انخفاض متأخر. كده نقول للأم أو للأب أو المدرس في المدرسة إذا طفلك بيلعب كورة أو أي نوع من الرياضة ما تمنعه شيء الأول عشان ما يشعر إنه محروم لأنه فعلا ممكن يتريض عادي لكن لابد يأخذ شيء إضافي كل شيء إضافي أساس إنه يعوض مخزون السكر الموجود في الجسم. نعم. يعني الرياضة مهمة شديدة. دكتور عمر في كلمة زي متفقين عليها كلكم أنتم في معظم الأقسام إنه إدعام الطفل اللي عنده سكر كطفل عادي حتى في أكله لا للحرمان وحتى في الصحة النفسية برضو دي حاجة مهمة إنه ما تميزوا من دون أخوانه. أفتكر إنه دي من الوسائل اللي علمناها. دي أعتقد رسالة مهمة جدا أنتم قلتيها وقالوها زملاء قبل شوي وأنا بكرر ثاني طفل السكر طفل
عادي ما عنده أي حاجة، كل اللي عنده إنه البنكرياس في واحدة من وظائفه متعطلة، لكن أكله عادي جدا. يعني ما بنقول للأسرة تاكلي أنت زي ما تاكل تحلية وغيره والطفل لا يتفرج فيه، نفسيا حيتأثر. نقول لهم يأكل، ما بنمنعه لأن الطفل في عمره نمو لابد يكبر وينمى. لو قمنا حرمناه وقلنا له الكسرة والرغيف وما يأكل الراسة وما يحلي، الشيء الأول نموه يضعف، الشيء الثاني نفسيا بتأثر. عشان كده بنقول لهم أكل، ما بنقول لهم أفرطوا لكن ما نمنعه، وبننصح الأسرة كلها تأكل أكل صحي. يعني بدل نقول للطفل ده أنت أكل سلطة وخضار وأخوانه بطاطس ما أعرف شنو شنو شنو، نقول لهم كلكم أكلوا أكل صحي، لكن أحيانا يكون في مناسبة يكون جايب لهم آيس كريم ولا شوكولاتة ولا موز ولا فواكه. إن شاء الله البلد في كل أربوعة كل أنواع الفواكه موجودة في بر خرطوم أكثر من الخرطوم، ياكلوا عادي موسم المانجا موسم الموز ياكلوا. وبنحاول نقوم نظبط الأمور، نقول لهم بقدر الإمكان الأكل التحلية الزايدة دي لو في إمكانية تكون مع الغداء، لأنه غدا بغطيه بأنسولين صافي. نعم. وبعلم الأم والأب الأنسولين صافي ده نزيد وحدة وحدتين عشان نغطي التحلية، يعني من الطفل أكل عادي نموه يكون كويس صحته النفسية تكون كويس ما يكون محروم. نعم. دي رسالة مهمة جدا. مهمة. نعم. فيها وفي ضمن الرسالة دي برضه دكتور، كثير من الأولاد المصابين بالسكري ولعب الكورة مع أصحابهم في الإجازة، فما في مشكلة يلعبوا زي ما يلعبوا عادي وزيهم زي غيره، بس نكلم الطفل أو أمه وأقوله كان صغير قبل الرياضة ياخذ شيء إضافي على أساس يدوه كمية من الطاقة، منها يتريد كويس ومنها ما يجي انخفاض بعد الرياضة. نعم. يتريد عادي. دائما الأسر اللي بيكون عندها مريض مصاب بالسكري بيخافوا جدا إنه يكون يعني أخوانه الجايين يكون عندهم إصابة، مدى تأثير العامل المناعي والوراثي في الحكاية؟ أعتقد أيضا سؤال مهم جدا، لأنه ناس كثيرين وش بيؤمن أول، لكن إحنا ما عندنا أي زول في الأسرة عنده سكري، وسكر أطفال ده وراثي. جاي من وين السكر ده؟ الشيء الأول بنقول سكر أولاد، سكر الأطفال عامل وراثي فيه ضعيف جدا. نعم. غالبا نشوف في كمية من الأسر طفل واحد بس مصاب، ولا في أم ولا أب ولا أخ ولا أخت ما عنده. دي حاجة مهمة. دي حاجة مهمة. لأنه بيستبعدوا خالص، يقول لك ما عندنا بنكروه. نعم. كويس، لكن عامة نحن بنقول في ميول أسري. إذا في طفل في الأسرة عنده سكر معناها يعني خلاياه ممكن يكون عندها قابلية إذا جاء مثل التهاب في الرؤوس أو أشياء معينة. عشان كده ممكن تلقى أحيانا في الأسرة في اثنين عندهم. في اثنين. ما وراثة، ما إنه الأم والأب عندهم الطفل اللي عنده سكر. لكن في ميول أسري. يعني في دراسات تقول إنه الطفل إذا عنده سكر 4-5% من أخوانه ممكن يجيهم سكر. نسبة بسيطة. عكس إذا الأم والأب عندهم سكر النوع الثاني. النوع الثاني. 80-90% من أولادنا لما يكبروا ممكن يجيهم سكر. عامل الوراثة كثير كبير جدا. جدا. لكن عمر الأطفال السكر بسيط، و 3-4% ممكن يجي، وممكن تجيهم برضو بنسبة بسيطة أمراض الغدد الدرقية أو حساسية الجمع أو أمراض المناعة الثانية. نعم. يعني نسبة بسيطة. عشان كده نحن بنثقف الأسرة ونعلمها، نقول لها لو شعرت الطفل ده رقبت شوية كبرت يعني تمشي به الدكتور يشوفه، لأنه عنده قابلية شوية أكثر من باقي الأطفال. ممكن تجيه بعض أمراض المناعة الثانية. نعم. طيب يا دكتور، مع الجائحة دي كثير من الأمهات بطلوا يجوا حتى للمتابعة. أيوه. رأيك شنو في الحكاية دي؟ وهل قل التردد اللي عندكم هنا؟ والله شيء كويس الحمد لله، يعني إنه نحن في الجمعية السودانية لسكر الأطفال في المركز هنا من ما بدأت الجائحة دي قمنا رسلنا لكل عياداتنا في السودان إنسولين وإبر وشرايط تكفيهم 4 شهور، لأنه عرفنا إنه أحيانا ممكن تكون في مشكلة. فعلا دي ساعدتهم جدا، يعني مع الجائحة معظم المستشفيات كانت قافلة. نعم. عياداتنا في السودان خالص ما قفلت، إنسوليننا ما وقف، يعني إنسولين كان كله من الجائحة بحد ذاتها. نعم. يعني أمراض السكر الأطفال ما عندهم مشكلة في المناعة زي غيره، لكن نقول الناس كلها تعمل حسابها تتجنب من التجمعات، يلبسوا كمامات ولا أكل ذلك. نعم. دكتور عمر عثمان بابكر استشاري سكري وغدد الأطفال ونائب مدير المركز السوداني لسكري الأطفال، حقيقة احنا سعيدنا بكم جدا، أنا سعيدة جدا احنا والطاقم بتاع العيادة إنه احنا كنا ضيوف لكم الليلة، تعلمنا منكم كثير من كل الأقسام، وإن شاء الله كل المشاهدين كمان يكونوا يتعلموا معنا. المستشفى أنا حقيقة يعني سعيدة بها كثير، وإنتوا أسرة واحدة وبتعملوا بجهد وتفاني، يعني مستشفى جميلة جدا أنتم محافظين عليها وجهودكم، وأكيد في مدار فتراتكم دكتور عمر أنا شاكرة لك جدا باسم كل
الأطفال المصابين. يعني بنشكركم جدا. أنا بشكركم وبشكر أسرة العيادة. ولا يفوتني أولا يعني المركز ده كله من يعني بيقولوا قائدنا البروفيسور محمد أحمد عبد الله لكل التحية والعافية ولكل الصحة والعافية بالضبط للمركز ورئيس الجمعية السياسية للأطفال اللي هو بنى المركز ده من الأساس. وكل العاملين من النظام العام للنظافة بمرور بكلهم لحد زملائنا الاستشاريين والاستشاريات يعني كلهم ده مجهودهم كلهم بحيين وبشكرهم. شكرا لكم شكرا لمتابعتكم. احنا كنا ضيوف على مركز السودان لسكري الاطفال وان شاء الله تكونوا استفدتوا مننا ومن فقراتنا المتعدده. ونحن ضيوف لكم شكرا دكتور عمر وان شاء الله نتلاقى الاسبوع الجاي في امان.